السلام عليكم اخوتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. حيد خلينا نصور. اليوم غادي نعاود لكم قصة مأساوية وقعت في المغرب في عام 1994. طيارة فيها اكثر من 40 واحد طاحت، ما غتيقوش شنو دار الكابيتان ديال الطيارة. شي حاجة عمرك سمعتيها وعمرك تقدر تسمعها. علاش طاحت الطيارة وكيفاش عرفوا شنو وقع باش طاحت هاد الطيارة؟ هادشي غنعرفوه اخوتي في الدقائق الجاية من هاد الفيديو. اذا ربطوا السماطي ديالكم، وقبل ما نقلعوا على فامي كلشي هبط يدير جيم وسبسكرايب، وايضا عاونونا بالبارطاج باش نوصلوا لاكبر عدد ديال الناس ونبارطاجيو معكم القصص ديالنا. وما تنساوش بان التشجيعات ديالكم هي المازوط ديال الطيارة ديالنا. ما نطولوش عليكم ويلا نبداو الرحلة ديالنا ويلا نقلعوا. في المغرب في عام 1994 طاحت واحد الطيارة اللي فيها اكثر من 40 واحد. الطيارة كانت غادة من اكادير للدار البيضاء. راكم عارفين دوك الطياير الصغار اللي كيديروا رحلات وسط المغرب. المهم الطيارة غير طلعت واحد 10 دقائق في السماء وهي تطيح. كيفاش البلان؟ الا بغيتو نعرفوا البلان كيفاش، غادي نرجعوا واحد العامين للور، يعني في حال اللي غنديروا فلاش باك باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال. كان سيدي واحد السيد سميتو يونس خياطي كيقرا داكشي ديال الطيران وكيفاش حتى ولا كابيتان كيسوق الطياره. هي هذيك السيد كان مجهد في الدومين ديالو ونجح ولا كابيتان ديال الطياره وخدم مع شحال من شركه، ومن بعد عطاه واحد الطراجي اللي كيدير غير وسط المغرب من اكادير للدار البيضاء. واحد النهار بدات كتمشي معاه واحد البنت سميتها صوفيا واللي هي مساعده ديال الكابيتان. هاد صوفيا اجنبيه وماشي مغربيه وكانت زوينه بزاف. المهم خونا ولا فطير معاه ديما غاديين جايين وشادين الناب. السيد صافي ولا شاد الطياره والطياره ولات شاده، ولات كتبان ليه غير صوفيا. تعمق معاها في العلاقه بزاف وبغى يتزوج بها، ولا كيغير عليها وما كيبغيهاش تركب مع شي كابيتان اخر، ولا كيجبد عليها الفكره ديال الزواج بزاف. البنت كانت عندها 28 عام وهو عنده 32 عام. السيد ولا لاصق فيها لصقه العمى في الظلمه، الزواج الزواج الزواج، ولا ما كانش صوفيا او الله لا طرنا. المهم اللي شافته لصقها ولات ديما مديرونجيه مع هذا الموضوع. شافت التعيات وقالت ليه صافي ما بقاش تجبد عليها هذه الفكره ديال الزواج، وبينت ليه باللي انها ما باغاش تزوج به. السيد طلع ليه الدم حيت كان كيبغيها بزاف. هي هذيك واحد النهار في اكادير كانت عندهم رحله كيف العاده غاديين لكازا. كبتوها بيناتهم مزيان في لوطيل وكل شيء كاعي. صافي قال ليها تنوصلوا لكازا ونديروا حل لهذا الموضوع. ركبوا قادوا امورهم والضحكه السفره كيف ما ديما قدام الركاب. ما عمرك تعرف دوك اللي خدامين في الطياره واش مقلقين ولا فرحانين ولا ضاحكين. المهم حيت البروتوكول ديالهم تيفرض عليهم انهم يضحكوا ويبتسموا ليكم واخا يكون ما باغيش يضحك كاع. المهم ركبات صوفيا ويونس وهما اللي سايقين الطياره، قادوا امورهم وعلى بركه الله شدوا الطريق. كانوا معاهم جوج ديال المضيفات مغربيات واكثر من 40 راكب منهم 20 مغاربه وواحد الشيخ كويتي هو ومرتو، واللي بقاو كلهم اجانب مختلفين ما بين امريكانيين وطاليانيين وجنسيات اخرى. المهم هي هذيك الطياره تحركات شويه طلعات في السماء وما دازتش يمكن شي 5 دقائق هو يهضر يونس مع صوفيا. انا بغيت الا مت تموتي معايا. صوفيا ما فهماتوش شنو بغى يقصد بديك الهضره. قالت ليه دابا صافي خلينا من هادشي، ملي نوصلوا لكازا وديك الساعه نتفاهموا. السيد حبس نظام ديال الطيار الالي ولا سايق الطياره بيديه، وحيت اللي معروف بان الطياره كتوصل لواحد النيفو في السماء كيولي الطيار الالي هو اللي كيسوق الطياره وما تيبقاش القبطان يعني داير مجهود عقلي مع الطياره، وكتبقى الطياره طايره بالطيار الالي طرطار كاين الطيار دابا تنطيروا فيهم. ملي كتقرب تنزل الطياره كيحيدوا الطيار الالي وكيتكلف الربان باش انه ينزل الطيار، ولكن يونس حي الطيار الالي في السماء. صوفيا ما فهمت والو، اش كيدير هذا؟ علاش سايق الطياره بيديه؟ يونس ما دوى ما تكلم ما زاد حتى شي كلمه، بقى شاد القيدون ديال الطياره ونيشان هبط بالطياره ودخل فيها في الجبل اللي كان قدامه، وبالضبط في جبال الاطلس وقعات هذه الحادثه. كل شيء مات وما بقى حتى واحد اللي يعاود اشنو وقع ليونس تضرب الطياره مع الجبل. اذا هنا غيتطرح واحد السؤال منكم نتوما، كيفاش عرفنا هذه القصه اخوتي وبهذه التفاصيل وشنو وقع في القمره ديال القياده؟ كاين واحد الصندوق في اي طياره سميتو الصندوق الاسود، هو اللي كيسجل اي حاجه كتوقع في البلايصه اللي كيكونوا فيها لي كابيتان والمساعدين ديالو، واللي كنسميوها قمره القياده. المهم يونس طيح كل شيء وقتلهم بدون سابق انذار، وهذا الشيء كامل على قبل صوفيا اللي ما بغاتش تزوج به. وفعلا اخوتي كيقولوا ومن الحب ما قتل. هذا الشيء علاش الكابيتان ديال الطياره ما خاص حتى شي واحد يطلع ليه الدم ولا يقلقه، ما خاص يكون لا شارب لا كيكميله، عنده زعزعه نفسيه، خاص يكون انسان سوي وانسان اللي كيحب العمل ديالو وكيبغي يديرو باتقان. وهذا الشيء كامل باش ما يقلبش كل شيء في السماء، ومن الاحسن ايضا يكون داك المساعد ديالو ما بينو بينو حتى شي حاجه، بيناتهم فقط الخدمه، حتى الصدقه لا قدر الله يعني ما تكونش، فقط العمل.
باش هكا شركات الطيران كتضمن ان الناس يوصلوا في امان الله في اي بلاصه غادي ليها. وهنا اخوتي غتكون سالات هذه القصه الحزينه ديالنا. الا كنتي وصلتي معنا لهذه النقطه بالضبط لهذا الفيديو كنقولوا لك شكرا حيت انت متابع وفي شاهدتي الفيديو من الاول وتل الاخر. إذن هذه القصة ديالنا ديال اليوم كنتمنى أنها تكون عجباتكم. ما تنساوش أنكم تنتظرونا في الحلقات الجاية وتشوفوا الحلقات اللي دازوا من بعد. السلام عليكم، نشوفكم في الحلقات الجاية.